السلام عليكم ورحمة الله. هنتكلم النهاردة عن موضوع جديد ولطيف جدا وبرانش جديد عليكم في المايكروبيولوجي، وهو الانفكشن كنترول. او يعني ايه انفكشن كنترول؟ يعني ايه مكافحة عدوى؟ وهنتكلم عن موضوع مهم قوي، وهو الهاند هايجين. موضوع النهاردة لطيف مختلف عن بقية المايكروبيولوجي. هنبدأ نتكلم شوية، احنا بنشوف ايه في المستشفى، احنا في الحياة الكلينيكال بنقابل ايه وبنتعرف على ايه. ان شاء الله الموضوع يكون خفيف ويكون سهل وجديد عليكم ان شاء الله. ايه الجول بتاعنا؟ لاول مره بنقول ان احنا عندنا جول قبل ما نتكلم عن الاوبجكتيفز بتاعتنا. يعني ايه جول؟ جول يعني الهدف البعيد اللي احنا عايزين نوصله في الاخر خالص. طيب احنا عايزين نوصل لايه؟ عايزين نحسن البراكتس، عايزين نحسن الهاند هايجين براكتس، اداء الهيلث كير وركر المتعلق بالهاند هايجين. جميل. وعايزين كمان نحسن النوليدج بتاعتهم، يبقى عايزين نخليهم يكتسبوا نوليدج ويكتسبوا سكيلز، يبقوا عندهم نوليدج، عندهم معلومات. احنا ليه بنعمل هاند هايجين دي؟ وعايزينهم كمان يعرفوا يعملوا البراكتس بتاعها، يقدروا يمارسوها بطريقه صحيحه. تمام. يبقى ده الهدف البعيد او البرود ايم بتاعنا او المين جول بتاعنا. تمام. عندنا بعد كده شويه اوبجكتيفز هنتكلم عنها النهارده. عايزين نعرف شويه ديفينيشنز. هنقف وهنتكلم قصة لطيفة قوي، الهيستوري بتاع الهاند هايجين ده بدأ منين. عايزين نتكلم واي هاند هايجين، ايه عمالين نقول هاند هايجين هاند هايجين ليه؟ ايه دور ايدينا يعني في ان هي تنقل الانفكشن؟ تمام. بعد كده عايزين نعرف ايه الانديكيشنز وايه انواع الهاند هايجين. هنتكلم ان بريف خالص جاست نيمز ايه الريجنت اللي بنستعملها. بعد كده لازم نعرف الستبس المهمة وايه البوليسز التانية اللي ريليتد للهاند هايجين، ايه المواضيع التانية اللي دايما لازم ناخد بالنا منها اثناء الهاند هايجين. تمام. واخر حاجة عايزين نفهم الكومبلاينس، مدى التزام الهيلث كير وركر بالهاند هايجين. تمام. وازاي اقدر احسن نسبة الالتزام دي. تمام. طيب اول حاجة نبدأ نقول شوية ديفينيشنز مع بعض. يعني ايه انفكشن؟ انفكشن هي كلمة مجرد ما حصل ريليشن شيب ما بين المايكرو اورجانيزم والهوست، قلنا كده ان احنا عندنا حصل عندنا انفكشن. تمام. طيب يبقى ايه انفكشن كنترول؟ انفكشن كنترول يبقى انا همنع الترانسميشن، يعني همنع ان يحصل اصلا ريليشن شيب ما بين الهوست وما بين المايكرو اورجانيزم. تمام. يبقى الانفكشن كنترول منعت ان يحصل ريليشن شيب دي. همنعها ازاي؟ همنعها عن طريق مجموعه من البوليسز والبروسيجرز، السياسات والاجراءات. تمام. اللي هدفها ايه؟ هدفها ان احنا نقلل انتشار المايكرو اورجانيزم. تمام. اقلل انتشارها فين؟ اقلل انتشارها جنرالي في الهيلث كير فاسيلتي، سواء ما بين الدكتور، سواء من الدكتورز للبيشنت، سواء من البيشنت للدكتور، سواء ما بين النيرس والبيشنت. تمام. انا جنرالي بقلل انتشار المايكرو اورجانيزم جوه الهيلث كير فاسيلتي ما بين كل البيرسونال اللي موجودين، سواء هم هيلث كير وركرز او بيشنت. تمام. يبقى ده تعريف الانفكشن كنترول. ليه مهم عندي الانفكشن كنترول؟ اشمعنى اول ما بتحط رجلك جوه المستشفى لازم تقول بنسمع كلمه انفكشن كنترول؟ ليه؟ اول حاجه الهوسبيتال دي ليها طبيعه خاصه قوي في الشغل. الهيلث كير وركر بيشتغلوا في كلوزد سبيس، في مكان مقفول، في مكان قريب جدا، وفي مكان قريبين قوي من البيشنت، قريبين قوي من مكان العدوى. تمام. طيب في frequent contact، طول الوقت الهيلث كير وركر في contact، في تلامس مع العيانين. تمام. فده بيخليهم بسهولة قوي يكونوا infected، او يخليهم بسهولة قوي لو هم مثلا الهاند بتاعتهم colonized بأي micro organism ان هم يبدأوا ينقلوا لمين؟ هيبدأوا ينقلوا للpatient. تمام. طيب ليه تاني infection control؟ احنا عايزين نقلل generally the risk of infection. ممكن يبقى جوه المستشفى وممكن يخرج، كل اي واحد مننا خارج من المستشفى ممكن ياخد الريسك ده معاه لبيته. تمام. يبقى ليه انفكشن كنترول؟ عشان الهوسبيتال او اي هيلث كير فاسيلتي هي سبيشال نيتشر سبيس، هي مكان مقفول وليه طبيعه خاصه قوي. ايه الفكره في ان ليه طبيعه خاصه؟ ان احنا بنشتغل في مكان مقفول في كلوز كونتاكت مع سورسز للانفكشن. تمام. طيب بما ان احنا عايزين نتكلم على الانفكشن، خلينا نفتكر ذا تشين اوف انفكشن، سلسله العدوى. تشين اوف انفكشن دي كانت بتبدأ بإيه؟ كانت بتبدأ بسورس. أنا عندي سورس للمايكرو أورجانيزم، عندي حد عيان. تمام.
عمال يخرج لي المايكرو اورجانيزم، سواء بيخرجه من الريسبيراتوري تراك، سواء الانفكشن عنده على السكن، سواء بيخرج ويتنقل عن طريق فيك اورال ترانسميشن، انا عندي سورس للانفكشن. تمام. طيب المايكرو اورجانيزم بعد ما طلعت ساعات بتحتاج ريزرفوار او وسيط تعيش فيه فتره. بعد كده نبدا ندخل على المود اوف ترانسميشن. طيب ايه اشهر مودز اوف ترانسميشن، ايه اشهر طرق بتتنقل بيها البكتيريا او الفيروسز عندنا؟ عن طريق الريسبيراتوري، عن طريق الريسبيراتوري تراكت، عن طريق الدروبلت او الايربورن ترانسميشن، ايه، عن طريق الكونتاكت، عن طريق التلامس. تمام. عن طريق البلد، احنا كلنا نسمع عن البلد بورن فيروس، مفيش حد في مصر ما سمعش عن هيباتيتس سي ولا ناس جاله فيروس سي وهو مش عارف جاله منين، ده غالبا بيجي له بلاد بورن. تمام. ممكن تتنقل، عندي حاجه اسمها فيكتور بورن، في قصص كتيره قوي للترانسميشن. اكتر حاجه بتهمني انا لما بتكلم عن الانفكشن كنترول الدروبلت والايربورن ترانسميشن والكونتاكت ترانسميشن والبلاد بورن ترانسميشن. تمام. طيب بعد ما المايكرو اورجانيزم لقى طريقه يتنقل بيها، لازم يدخل ايه؟ هيدور بقى على البورتال اوف انتري. والله انا هدخل على الدايجستيف تراك، انا هدخل على الريسبيراتوري تراك، انا هدخل على البلاد على طول. دخل، بعد ما دخل هيبدا يعمل ايه؟ هيبدا يعمل لي مالتيبليكيشن. بعد ما حصل مالتيبليكيشن وبدا المايكرو اورجانيزم يكتر جوه الجسم، خلاص هيبدا يدور على بورتال اوف اكزيت عشان يخرج ويتحول البيشنت بتاعنا ده لسورس مره تانية، وتبدا التشين او السايكل اوف انفكشن تتكرر مره تانية. تمام. يبقى التشين اوف انفكشن بتاعتنا عرفنا الستيجز بتاعتها. تمام. طيب احنا بس اللي نقدر نكسر التشين دي. عندي نقطتين في التشين مهم نتكلم عنهم. اكتر حاجه most effective تخليني اقدر اكسر التشين هي ايه؟ هي ان انا اجي على الهوست بتاعي اللي ممكن يتعدي، ممكن يتنقل له الانفكشن، وازود الاميونيتي بتاعته قوي. تمام. دي حاجه effective قوي بس مش سهله، مش دايما هقدر اوصل لها. تمام. طيب عندي حاجه تانية، عندي حاجه تانية سهله قوي 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 اقدر اعملها واكسر التشين دي واخلص من الانفكشن ده تماما، وهي ايه؟ وهي ان انا اعمل ايه؟ ان انا اكسر التشين دي عند المود اوف ترانسميشن، ان انا اوقف المود اوف ترانسميشن، اجي اشتغل على المود اوف ترانسميشن واوقفها تماما فاكسر التشين بتاعتي. تمام. طيب احنا النهارده بما ان احنا بنتكلم على انفكشن كنترول زي ما اتفقنا برانش جديد بالنسبه لنا، هنكسر التشين دي ازاي؟ ازاي هنكسر سلسله الانفكشن اللي بتحصل دي؟ عندي تو ليفلز، عندي حاجة اسمها standard precautions أو احتياطات قياسية، هي حاجات قياسية وثابتة في جوه الـ healthcare facility في أي مكان. تمام؟ طيب عندي ليفل أعلى شوية اسمه transmission based precautions، ده بيعتمد على المود اوف ترانسميشن، بيعتمد على كل مايكرو اورجانيزم بيتنقل ازاي، وبحط له بوليسي خاصة بيه بشتغل عليها. تمام. يبقى احنا هنكسر التشين ازاي؟ عن طريق الانفكشن كنترول بتاعنا اللي هنقسمه لتو ليفلز، standard precautions وال transmission based precautions. طيب يعني ايه standard precaution؟ عايزين نجاوب على الثلاث اسئله اللي قدامنا دول. ايه هي ال standard precaution؟ وليه مهم عندي يكون في حاجه اسمها standard precaution؟ ليه مهم تكون حاجه ثابته standard في كل خطوه بخطيها جوه ال health care facility؟ وامتى استعمل standard precautions بتاعتي؟ تمام. اول حاجه هي اول مستوى خالص من ال precautions، هي the first level of precautions. بستعمله ليه؟ عشان امنع الانفكشن. في الحاله دي انا بعمل ايه؟ انا بتعامل مع كل البادي فلويدز، مع كل الهيومن بينجز اللي حواليا، مع كل السيلز، مع كل التيشوز، مع كل حاجه حواليا بتعامل معاها ان هي انفكتد. تمام. يبقى standard precautions يعني انا هتعامل مع كل حاجه جوه الهوستل او جوه الهيلث كير فاسيلتي بتاعتي ان هي انفكتد. طب انا ليه هعمل كده؟ ليه هتعامل مع كل حاجه بالطريقه دي؟ ما هو مش كل حاجه انفكتد. لا، انا ممكن يكون عندي اسيمتوماتيك كيسز، ممكن يكون عندي كارير. فاكرين الكارير كان ايه؟ كارير والله عنده مايكرو اورجانيزم وعمال ينقل المايكرو اورجانيزم، بس هو هيلثي وزي الفل ما عندوش اي مشاكل. تمام. ودول كتير جدا. تمام. طيب وامتى هستعمل ستاندرد بريكوشن؟ طول الوقت في كل مكان جوه الهيلث كير فاسيلتي. تمام. يبقى الستاندرد بريكوشنز بتاعتي هي عباره عن ايه؟ هي ذا فيرست ليفل اوف بريكوشن، هي المستوى الاول عندي في الانفكشن كنترول، ان انا بتعامل مع كل حاجه حواليا كما لو كانت انفكتد. تمام. الستاندرد بريكوشن دي حاجات كتير قوي. اول حاجه فيها الهاند هايجين اللي هي الموضوع اللي هنتكلم عنه النهارده. تمام. عندي حاجات تانية زي البيرسونال بروتكتيف ايكويبمنت، المفروض نلبس ايه،
حاجه زي respiratory hygiene. لو عندنا respiratory tract infection احنا بنتعامل ازاي مع الكف والسنيزنج والقصه دي، تمام. عندي حاجه اسمها safe injection، لو هدي اي injection اتعامل ازاي مع السيرنج، اتعامل ازاي بحيث ان انا ما اذيش نفسي وما اذيش الانفايرمنت وما اذيش الوركر وما اذيش البيشنت، تمام. هنتكلم بعد كده عن الويست مانجمنت والانفايرمنتال كليننج، كل دي بوينتس جوه الستاندرد بريكوشنز. وهنتكلم ازاي نعمل ريبروسيسنج للايتمز او الايكويبمنت اللي بنستعملها كتير جوه الهيلث كير فاسيلتي. يبقى الستاندرد بريكوشنز هي مجموعه نقط، اول نقطه فيها اللي هنبدا نتكلم عنها النهارده بالتفصيل واكتر حاجه تهمنا في الانفكشن كنترول هي الهاند هايجين، تمام. في سؤال دايما بنساله، ايه هي the number one way and the easiest way to prevent healthcare associated infection. اول حاجه، اول خطوه لازم نعرفها واحنا بنتكلم على الانفكشن كنترول هي الهاند هايجين، هي اكتر حاجه effective بتقلل لي الانفكشنز، اكتر حاجه بتقلل لي هتساعد ان احنا نقلل الكوست بتاع الهوسبيتال ستي اللي ناتج عن الانفكشنز اللي ناتج عن الانتيبايوتيك يوز. كل الكوست الكتيره قوي دي انا لو عملت هاند هايجين صح هتجنبها تماما وهوفرها تماما. يبقى اكتر حاجه افكتيف عندي سواء في الكلينيكالي ان انا مش هنقل انفكشن ومش هدخل ان انا عندي انفكتد بيشنت، سواء ان انا ما عنديش حد انفكتد وقاعد في المستشفى وقت طويل وعمال ياخد انتيبايوتكس وقت طويل، اكتر حاجه افكتيف بالنسبه لي سواء من نواحي الفاينانشال او سواء من نواحي الكلينيكال هي الهاند هايجين، تمام. طيب خلينا كده نقول قصه لطيفه قوي من ايه فكره الهاند هايجين. الهاند هايجين مين من اوائل الناس اللي لفتت نظرنا لان في حاجه ان الهاند هايجين بتفرق، ان غسيل الايدين ده بيفرق. زمان قوي كان في اوبستريك هوسبيتال، مستشفى للولاده، كان في وارد تو فيها كذا وارد. الوارد اللي كان بيشتغل فيه النيرسز والميد لاحظوا ان الحالات بتطلع منه كويسه، ما بتدخلش في حالات بيربرال سيبسز، تمام. في حين ان لاحظوا ان الواردز الثانيه اللي ماسكها دكتورز الحالات كومبليكيتد، كتير بتدخل في سيبسز وبتموت، تمام. طب ايه الفكره؟ لما ركزوا في الاكشنز اللي بتتاخد في الاوبستريك وارد اللي مسؤول من النيرسز والميدز، لقوا ان هم بيغسلوا ايديهم فريكوينتلي، ما بين البيشنتس لازم ايديهم تتغسل. لكن الوارد التاني المسؤول عنه الدكتورز كان مش ملتزمين، شايفين ان هما اغسل ايدي ليه، انا جميل انا مش محتاج اغسل ايديا اكيد، تمام. فلقوا ان هما ما بيغسلوش ايديهم، فلقوا ان عندهم الانفكشنز بتزيد قوي وحالات السبسس بتزيد او الكومبليكيتد كيسز عماله تزيد قوي. ومن هنا ظهرت فكره ان الهاند هايجين ميكس ديفرنس، عمل فرق، وبدا يبقى اوبليجاتوري وبدا يتحط له سيستمز عشان الناس تتعلمه، علشان يبقى حاجه خلاص ستاندرد جوه اي هيلث كير فاسيلتي. فالبدايه كانت ان الدكتورز مش راضيين يغسلوا ايديهم، تمام. طيب ليه هاند هايجين؟ ايه الرول بتاع ايدينا؟ ايدينا بتعمل ايه؟ هي ايدينا ممكن تنقل الانفكشن، هي وحشه قوي كده فعملنا لها تشابتر مخصوص في الانفكشن كنترول اسمه هاند هايجين. اكشوالي ايفن لو حضراتكم شايفين ان ايديكم نظيفه وجميله، فالواقع مش كده. المايكرو اورجانيزمز موجوده وعايشه على ايدينا في صورتين، يا اما حاجه ريزيدنت، تمام، يا اما حاجه ترانزيانت. ريزيدنت حاجه لازقه في ايدي جوه الديب لايرز بتاعت السكن، مش موجوده سوبرفيشال، موجوده سوبرفيشال وموجوده كمان في الديب لايرز، وما بقدرش اشيلها قوي بالهاند هايجين، تمام، او بشيل جزء صغير منها. وعندي حاجه اسمها ترانزيانت، ترانزيانت دي اتنقلت لايدي من الانفايرمنت من البيشنت وموجوده على السوبرفيشال لايرز بس بتاعت السكن، تمام، وممكن تتشال، تمام. طب نبدا نتكلم ان ديتيلز شويه. ريزيدنت فلورا، تمام، ريزيدنت فلورا يعني البكتيريا اللي هتكون دايما موجوده ولازقه على ايديا، تمام. بتكون موجوده فين؟ بتكون تحت السوبرفيشال لاير، هي مش في الديب لاير لكن هي تحت السوبرفيشال لايرز، موجوده عند الستريتم كورنيا، تمام، وممكن كمان نلاقيها بره على السيرفس. ايه اشهر مثال ليها؟ ايه اشهر بكتيريا موجوده على السكان بتاعنا وبنسمع عنها كتير؟ ستاف ابيدرميدس، تمام، هي اكتر حاجه، اكتر نوع بكتيريا موجوده، اكتر ريزيدنت بكتيريا موجوده على السكان بتاعنا هي الستاف ابيدرميدس.
وكتير منها قوي بيكون امكسيسلين ريزيستنس. جميل. طيب مش الستاف ابيدرميدس بس، انا عندي انواع تانية من كواجيوليز نيجاتيف ستاف بتكون موجوده في الريزيدنت بكتيريا بتاعتي. تمام. يجي بعدها الكرايني فورم بكتيريا زي البروبايونو بكتيريا والكرايني بكتيريا والمايكروكوكاي. تمام. ده بالنسبه للبكتيريا. طيب هل انا عندي بس بكتيريا ولا ممكن الاقي فنجاي؟ لا، ممكن الاقي فنجاي، واشهر نوع بلاقيه من الفنجاي موجود حاجه اسمها الملاسيزيا فر. تمام. طيب هل كل الريزيدنت بكتيريا دي، ريزيدنت بكتيريا الفلورا دي كلها وحشه ملهاش فوائد خالص، كلها وحشه وهتتنقل وهتعمل لي انفكشن؟ لا، في الحقيقه هي ليها تو مين بروتكتيف اكشنز. هي مايكروبيال انتاجونيزم. يعني ايه مايكروبيال انتاجونيزم؟ هي لو موجوده يعني هتقاوم ان تيجي بكتيريا تانية وهيبداوا يتنافسوا على النيوترينتس، وتفضل هي اللي موجوده بس، وتمنع لي وجود البكتيريا الهارمفول قوي اللي هتعمل انفكشن ان هي تيجي. تمام. دي الفانكشنز بتاعتهم، دي البروتكتيف فانكشن بتاعتهم، ان هي في فكره الانتاجونيزم وفي فكره هي هتبقى كومبيتيشن فور نيوترينتس مع مين؟ مع الهارمفول بكتيريا، فهتبقى هي اللي موجوده بس. تمام. تمام. يبقى جنرالي الريزيدنت فلورا ايه؟ هي دايما موجوده على السكن، مش دايما بتعمل انفكشن الا لو اتنقلت لستيرايل بادي كافيتي. يعني ايه ستيرايل بادي كافيتي؟ دخلت جوه الاي، او عندي في ابريجن، او في مثلا كات في السكن وبدات تدخل لي عن طريق النون انتكت سكن، بدات تدخل جوه البادي بتاعي. في الحاله دي ممكن الريزيدنت فلورا تعمل لي ايه؟ تعمل لي انفكشن. طيب نيجي للجزء الثاني، الفلورا اللي بخاف منها وبتعمل لي مشاكل، اللي هي الترانزينت فلورا. هي موجوده فين؟ هي موجوده بس على السوبرفيشال لايرز اوف ذا سكن. تمام. يبقى هي مش موجوده فين؟ مش موجوده تحت السوبرفيشال لاير، هي موجوده بس على السوبرفيشال لاير. تمام. وسهل قوي ان انا اعمل لها ريموفال، ان انا اشيلها تماما بالهاند ووشنج العادي بتاعي. تمام. طيب هي بتعمل ايه؟ هي بتبقى موجوده على السكن وتقدر تعيش وتقدر تعمل مالتيبليكيشن. تمام. وتقدر تبدا تعمل سبريد. طب هي ازاي وصلت لي انا از هيلث كير وركر؟ هتجيلي منين؟ هتجيلي من البيشنت، هتجيلي من الانفايرمنت، هتجيلي من اي حد هيلث كير وركر تاني. ايه مشاكلها؟ مشاكلها ان هي اغلب الهوسبيتال اكوايرد انفكشنز هي مرتبطه بوجود ايه؟ مرتبطه بوجود ان انا اتنقل لي بكتيريا من الترانزينت فلورا. تمام. هي موجوده في الهوسبيتال انفايرمنت، هي مسؤوله، ما هي تقريبا من اوائل الاسباب المسؤوله عن الهوسبيتال اكوايرد انفكشن او الهيلث كير اسوشيتد انفكشنز. تمام. طيب في انواع منها بتكون يعني مرتبطه بليفلز عاليه قوي من البكتيريال كونتامينيشن. تمام. زي اللي موجوده فين؟ زي اللي موجوده في النيكيو، في النيونيتال اي سي يو. تمام. ليه؟ اشمعنى؟ لان انت بتتعامل مع البيبي من قريب قوي، هتبقى متعرض قوي للريسبيراتوري سكريشنز بتاعته، تغيير النابكنز بتاعه البيبي، كل الحاجات دي بيبقى فيها كلوز كونتاكت قوي، بيبقى المكان كونتامينيتد قوي، فبيبقى سهل قوي ان يحصل في الحاله دي كولونايزيشن للهاندز بانواع من البكتيريا اللي احنا هنقول عليها الترانزينت فلورا. تمام. تمام. وده فكره ان هي تتنقل بقى من عيان للتاني، ده هيعتمد على ايه؟ هيعتمد على نوع السبيشيز، هيعتمد على نوع المايكرو اورجانيزم اللي عندي. تمام. طيب ايه اشهر مايكرو اورجانيزم تتنقل عندي في الهوسبيتال انفايرمنت بتبقى ترانزينت فلورا وبخاف منها وبتعمل لي انفكشن؟ اشهر حاجه الستاف اوريوس والجرام نيجاتيف باسيلاي والفنجاي اللي هي اليست. تمام. يبقى اشهر حاجه عندي الستاف اوريوس. احنا اول مره في الريزيدنت فلورا قلنا ايه؟ قلنا ان احنا عندنا الكواجوليز نيجاتيف ستاف اللي هي ستاف ابيدرميدس وباقي انواع الستاف. هنا لا، هنا عندنا الستاف اوريوس اللي هي الكواجوليز بوزيتيف ستاف هي ستافيلوكوكس اوريوس. يجي بعدها الجرام نيجاتيف باسيلاي واليست. تمام. طيب هل احنا جربنا ان احنا نعد المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده على ايدينا؟ عرفنا هي عددها قد ايه تقريبا؟ هي عددها تقريبا من 3.9 to 1040 up to 4.6 times 106 colony forming unit per centimeter square. تمام. يعني عددها كبير جدا. تمام. ده النورمال كاونت بتاع البكتيريا الفلورا اللي موجوده على ايديا. تمام. طيب ايه اشهر او عشان يحصل ترانسميشن عن طريق الهاندز بتاعتي؟
لازم يكون موجود عندي ايه؟ لازم يكون عندي يعني 5 نقط موجودين عشان يحصل ترانسميشن. لازم يكون ايه؟ لازم يكون موجود على السكن، لازم يكون عندي مايكرو اورجانيزم موجود على السكن بتاعي. تمام، الاورجانيزم لازم يكون ايه؟ لازم يكون موجود اورجانيزم، والاورجانيزم بعد ما اتنقل للهندس وبقى موجود على الهندس بتاعتي لازم يكون قادر ان هو يعيش، لازم يكون capable of surviving على ايديا على الاقل لمده minutes. تمام، طيب بعد كده لازم يكون عندي defect فين؟ لازم يكون عندي defect في الهاند washing. تمام، لازم يكون عندي defect في الهاند هايجين عشان الاورجانيزم يفضل عايش ويقدر ينقل لي المايكرو اورجانيزم لحد تاني. تمام، طيب بعد ما فضل الاورجانيزم عايش لازم يكون عندي ايه؟ لازم يكون عندي الاوكيجن بقى اللي هتنقل الانفكشن، اللي هي الايه؟ اللي هي الدايركت كونتاكت. دايركت كونتاكت يا اما مع البيشنت او مع السيرفس اللي حوالين البيشنت. تمام، يبقى عندي لازم يكون فيه 5 sequential elements عشان يتنقل المايكرو اورجانيزم من ايديا للعيان. تمام، اول حاجه يكون ايه؟ ان يكون في مايكرو اورجانيزم حواليا في الانفايرمنت واتنقلت جت على ايدي. تمام، بعد كده لازم يكون المايكرو اورجانيزم ده قادر على ايه؟ المايكرو اورجانيزم لازم يكون قادر ان هو يحصل له مالتيبليكيشن على الهاند. جميل، بعد كده لازم يكون في عندي ديفكت في الهاند ووشينج. بعد كده يكون ايه؟ بعد كده يكون في دايركت كونتاكت ما بين الهيلث كير وركر والبيشنت، فخلال الدايركت كونتاكت ده بدا يتنقل المايكرو اورجانيزم. نكمل كلام على ايدينا ودورها في الانفكشن. في اماكن في الهاند بيكون صعب قوي او بتكون frequently missed واحنا بنغسل ايدينا. تمام، او احنا بنعمل هاند راب عن طريق الكحول. في اماكن كتير قوي بتكون missed. ايه الاماكن دي؟ مكان زي الثمب. تمام، الثمب بتاعنا، الفينجر تيبس، اطراف الصوابع، between the fingers ما بين الصوابع، الاماكن دي frequently. الرسمه دي بتبين لنا الحاجات اللي باللون الاحمر دي، دي اكتر حاجه missed، اكتر حاجه بتكون مست مني وانا بغسل ايديا هي ايه؟ هي الثمب والفينجر تيبس وان بتوين فينجرز. تمام، هوريكم صوره حضراتكم هتتفاجئوا من الصوره دي. الصوره دي عباره عن ايه؟ الصوره دي عن كلتشر بليت، كلتشر ميديا عاديه خالص اللي بنعمل كالتيفيشن للبكتيريا عليها. عملنا هنا ايه؟ هنا عملنا حاجه اسمها فينجر برينت. يعني ايه فينجر برينت؟ يعني جبت ايد الهيلث كير وركر وعملت ايه؟ وعملت برينت على البليت بتاعي، على الطبق بتاعي، ودخلته الانكيوبيتور. تمام، بعد ما طلعته من الانكيوبيتور لقيت المنظر الفظيع اللي قدام حضراتكم ده، كل دي مايكرو اورجانيزمز موجوده على ايدينا واحنا مش شايفينها. تمام، اوريكم صوره تانية واحكي لكم قصه لطيفه قوي. شايفين ايه هنا؟ والله دي هاندز تحت الالترا فايولت لايت. شايفين ايه بقى؟ شايفين كميه المايكرو اورجانيزمز اللي موجوده. تمام، وشايفين الاماكن اللي not frequently cleaned او اللي هي missed اثناء الكليننج. تمام، اكتر مكان منور عندنا هنا الفينجر تيبس والثمب. تمام، كلكم قصه لطيفه قوي. في مره كنا في workshop infection control كان بيديها حد استاذ كبير، دخل الليكتشر سلم على كل الموجودين shake hands، يعني قلنا والله ده حد ذوقه لطيف جدا. طيب جميل، شويه وطفى النور وقال لنا بصوا على ايديكم. لما بصينا على ايدينا لقينا ايه؟ لقينا ايدينا متنور. هو عمل ايه؟ هو لما سلم علينا كان ايده فيها فلوريسنت باودر. فلوريسنت باودر دي هتمسك في البكتيريا اللي موجوده على ايدي وتبدا تعمل ابزوربشن لللايت، فلما هنطفي النور الاماكن اللي فيها بكتيريا اللي مسكت فيها الباودر هتنور. طبعا كلنا فوجئنا ان ايدينا يعني كانت منوره اكتر من اللازم. تمام، حاجه تانية مشهوره قوي في الهيستوري اور هيستوري ليها علاقه بان حد عمال ينقل الانفكشن عشان ما بيغسلش ايده، قصه تايفويد ميري. مين تايفويد ميري دي؟ تايفويد ميري دي حد كان بيشتغل كوكر، طباخ، وكان كل ما يشتغل في مكان ينقل للناس اللي شغالين فيه سالمونيلا، وهي مش عارفه ان هي السورس. هي كل ما تشتغل في مكان تلاقي الناس كلهم بقوا عيانين وتعبوا جدا، فتاخد بعضها وتمشي وتخاف على نفسها وهكذا. فضلت تتنقل من مكان لمكان لحد ما شكوا ان هي السورس، وفعلا طلعت هي السورس اللي بينقل لهم بكتيريا اسمها سالمونيلا اللي بتعمل تايفويد فيبر. ايه علاقه ده بغسيل ايديها؟ البكتيريا دي بتتنقل فيكو اورال، وهي بتشتغل ايه؟ وهي بتشتغل كوكر. تمام، يبقى هي عماله ما بتغسلش ايديها، عندها فيري باد هابيتس، وهي كارير للمرض، هي حامله للبكتيريا لكن هي ما عندهاش اعراض. جميل،
فايه اللي حصل؟ عماله تنقل البكتيريا اللي بتتنقل عن طريق الفيكو اوريل، عن طريق الاكل اللي هي بتعمله وبس، تمام، وعماله تنقل الانفكشن من حد لحد لحد تاني، وهي مش متخيله ان هي السورس بتاع الانفكشن. عشان كده هاند هايجين مهم جدا، تمام. طيب يعني ايه بقى هاند هايجين؟ هاند هايجين معناها ان انا هغسل ايدي، سواء روتين هاند ووش، سواء اسيبتك هاند ووش عن طريق اسيبتك سوب او سوب فيه حاجه انتي سيبتك، وعندي ليفل اعلى خالص من الهاند هايجين اللي هو السيرجيكال هاند هايجين، تمام. طب احنا ليه لازم نغسل ايدينا بعد الكلام اللي احنا عمالين نقوله كتير ده؟ احنا بنغسل ايدينا ليه؟ عشان نمنع السبريد بتاع ال potentially pathogenic وال pathogenic organisms لل patient، وعشان اقلل فكره ان انا ايديا تكون colonized، اقلل فكره ان انا ايديا تكون هي المكان او هي السورس بتاع البكتيريا، تمام. طيب عندي انواع من الهاند هايجين زي ما قلنا، عندنا الروتين، وعندنا الانتيسبتيك، وعندنا اعلى ليفل هو السيرجيكال. طيب شويه ديفينيشنز بسيطه، الكلام كلنا عارفينه. هاند هايجين هو ايه؟ هاند هايجين يعني غسيل الايدين، هو جنرال تيرم بوصف بيه اي اكشن هغسل فيه ايدي، تمام. طيب عندي انتيسبتيك هاند ووش وانتيسبتيك هاند رامب، تمام. الاثنين بستعمل فيهم ايه؟ الاثنين بستعمل فيهم انتيسبتيك ايجنت. في الانتيسبتيك هاند ووش بيكون انتيسبتيك سوب، في الانتيسبتيك هاند رب بيكون ايه؟ بيكون الكحول، بتكون حاجه الكحول بيز، وما بستعملش فيها ايه؟ وما بستعملش فيها ميه. امال ايه السيرجيكال هاند انتيسبسس ده؟ هو انتيسبتيك هاند ووش او انتيسبتيك هاند رب، لكن هو سيرجيكال، يبقى انا هستعمله ايه؟ هستعمله بري اوبراتيف قبل العمليات، واكيد هيكون لي لونجر ديوريشن، وهيكون لي اكسس ستيبس، في خطوات زياده هعملها، تمام. يبقى السيرجيكال هاند انتيسبسس هو انتيسبتيك هاند ووش، تمام، او انتيسبتيك هاند رب بيتعمل بري اوبراتيفلي، بيكون فيه لونجر ديوريشن واكسس ستيبس، وبيعملوا مين؟ بيعملوا السيرجنز قبل ايه؟ قبل السيرجري اللي بيعملوها. طيب كل نوع من الانواع دي هيخلصني من مين بالظبط؟ من البكتيريا. اول نوع عندي روتين هاند هايجين هيشيل البكتيريا اللي هي الترانزينت، بس مش هيجي ناحيه الريزيدنت بكتيريا اللي موجود اندر سوبرفيشال لايرز اوف ذا سكين. يبقى الروتين هاند هايجين الهاند ووش العادي خالص ده بيشيل الترانزيانت مايكرو اورجانيزم، تمام. طيب نيجي على الليفل الاعلى شويه اللي هو الاسيبتيك هاند هايجين، ده هيعمل ريموفال لمين؟ هيشيل طبعا الترانزيانت، وهيقلل لي عدد الريزيدنت مايكرو اورجانيزم، تمام. نيجي للسيرجيكال، السيرجيكال ده هيعمل ايه؟ ده هيشيل الترانزيانت كلها، وهيشيل اغلب الريزيدنت مايكرو اورجانيزم، لكن انا ما عنديش حاجه في الهاند هايجين بتخلصني من المايكرو اورجانيزم تماما، انا ما اقدرش اعمل كده، والا ما كانش بقى في حاجه اسمها ستيرايل جلوف، كان بقى لازم ان احنا نلبسها لو هنتعامل مع اي ستيرايل كافيتي او هنتعامل او هنعمل سيرجري، تمام. يبقى الليفلز اوف هاند هايجين، الروتين هيموت لي ال ترانزيت مايكرو اورجانيزم، نعمل شويه ندخل على الاسيبتيك، الاسيبتيك هيموت لي الترانزيت برضو، وشويه من الريزيدنت، ندخل على اعلى ليفل وهو السيرجيكال هاند هايجين، السيرجيكال هاند هايجين دي هيموت لي برضو كل الترانزيت واغلب الريزيدنت، لكن ما عنديش حاجه في الهاند هايجين بتموت لي كل المايكرو اورجانيزم تماما. الحاجه الوحيده اللي بتخلي البكتيريال كاونت زيرو او المايكرو اورجانيزم كاونت زيرو ان انا اخد ايدي ادخلها الاوتوكلاف، تمام. دي الحاجه الوحيده عندنا في المايكرو اللي ما فيهاش خالص مايكرو اورجانيزم، تمام. يبقى اكيد ايديا هيفضل عليها شويه بكتيريا، عشان كده احنا بنلبس ستيرايل جلافز او الجوانتيات المعقمه، تمام. طيب احنا عمالين نقول والله انا عندي حاجه اسمها هاند رب عن طريق الكحول، وعندي الهاند ووش العادي بالميه والصابون، تمام. طب امتى استعمل ده وامتى استعمل ده، او امتى ما ينفعش استعمل الكحول بيست هاند رب؟ اول حاجه خالص عندي في اليوم قبل ما ببدا الشغل بتاعي، انا لازم اغسل ايدي بووتر اند سوب، تمام، بميه وصابون بالانتيسيبتيك سوب اللي عندي مع الميه. اول مره هغسل ايدي في اليوم لازم تكون عن طريق ايه؟ عن طريق ميه صابون، مش عن طريق الكحول، تمام. لو ايدي visibly soiled، يعني ايه visibly soiled؟ يعني والله انا شايف عليها دم، عليها organic matter، في الحالة دي هينفع الكحول؟ لا، في الحالة دي لازم ايدي تتغسل عن طريق ايه؟ عن طريق المية والصابون، تمام. لو انا بتعامل مع patient انا شاكك ان هو عنده infectious diarrhea، تمام، حاجة عنده الكلوستريديم ديفيسيل، تمام، في الحالة دي انا لازم اعمل ايه؟ لازم اغسل ايدي بمية وصابون، مش هيبقى كفاية خالص الايه؟ الكحول هاند رب، تمام. لو انا بتعامل مع بيشنت عنده سبورز، البكتيريال سبورز، حاجه زي الانثراكس،
تمام، حاجه زي الكلوستريديا ديفيسيل. برضو في الحاله دي لازم اغسل ايدي بايه؟ لازم اغسل ايدي بميه وصابون. يبقى الميه والصابون الروتين هاند ووش، مش الكحول هاند راب، الهاند ووش لازم استعمله امتى؟ في بدايه اليوم لو ايدي فيزيبلي سويلد، لو اتعاملت مع حد عنده انفكشنز دايري، لو اتعاملت مع حد عنده انفكشن شاكك ان هو فيه بكتيريال سبورز. تمام، امال امتى هتستعمل الالكحول بيست هاند راب؟ immediately. اكتر ميزه واكتر حاجه مهمه في الالكحول بيست هاند راب ان هو ات بوينت اوف كير، هتستعمله immediately وانت واقف مع البيشنت. تمام، وانت واقف مع نفس البيشنت بعد مثلا ما شفت التمبريتشر هتعمل حاجه تانية، اسيبتك تاسك، هتركب له كاثيتر، هتتعامل مع اي ميديكال ديفايس، في الحاله دي هتقدر تستعمل ايه؟ الالكحول بيست هاند راب ات بوينت اوف كير. تمام، وانت شغال على نفس العيان، بصيت على مكانه هتتنقل على مكان تاني، في الحاله دي هتستعمل الالكوهول بيست هاند روب. تمام، بعد ما تلمس البيشنت او تلمس مثلا الانفايرمنت اللي حواليه هتستعمل الالكوهول بيست هاند روب. ايه والله انت بتغير الجلوفز ما بين البيشنتس، في الحاله دي ممكن برضو تستعمل الهاند روب. تمام، لكن اهم حاجه عندنا نكون عارفين امتى لازم نغسل ايدينا بووتر وانتي سيبتك سوب، امتى لازم نستعمل ميه وصابون. تمام، طيب ايه اسهل طريقه ان انا اعمل بيها اتشيفمنت للهاند هايجين؟ زي ما قلنا at point of care. at point of care ده golden rule عندنا في الهاند هايجين. طالما ما عنديش ال indications اللي تخليني او اسيب العيان واسيب المكان اللي انا فيه واوصل لحد الهاند washing station، يبقى استعمل الهاند هايجين at point of care. يعني ايه at point of care؟ يعني في المكان اللي فيه العيان بالضبط. عن طريق ايه؟ عن طريق الالكحول based hand rub. تمام؟ الا لو عندي الاسباب او ال indications اللي تخليني اروح اغسل ايدي بمية وصابون. تمام؟ طيب في ميزه تانية مهمه قوي للهاند راب، ان هي قللت الوقت اللي بنحتاجه للهاند هايجين. تمام، يعني تقريبا حسبنا الوقت ده لكل نيرس في الشفت بتاعها اللي هو حوالي 8 ساعات. تمام، لقينا ان احنا عندنا هنستعمل 56 minutes لو غسلت ايديها بميه وصابون كل مره فيهم خدت 60 ثانيه، هتستعمل او هتحتاج 56 minutes. لكن لو عملت الالكحول بيست هاند راب هتحتاج بس 18 منت. تمام، يبقى عشان كده الالكحول بيست هاند راب هو ليه مميزات، هو وفر لي الوقت وهو ات بوينت اوف كير، وزي ما قلنا ات بوينت اوف كير ده جولدن رول عندنا في الهاند هايجين. تمام، طيب قلنا عايزين نعرف بنغسل ايدينا بايه، عايزين نعمل ليست، بس مجرد عايزين نعرف اسامي البرودكتس اللي هنستعملها. هنستعمل الالكحول، والالكحول مش اي الكحول ينفع نستعمله، ما ينفعش نجيب الالكحول في ازاز بيرفيوم ونعمل بيه ايدينا، لا ده هيديني false sensation of cleanness أو false sensation of safety، ده إحساس خاطئ. لازم أكون عارف نسبة الألكحول from 70 to up to 90. تمام، لازم عندي الديترجنت العادية، الصوب العادي، عندي حاجة اسمها كلوركسيدين، عندي الأيودين والأيودو فورز اللي هي البيتادين، عندي حاجة اسمها الكواترني أمونيوم كومباوندز، عندي برودكتس كتيرة قوي أقدر أستعملها في الهاند هايجين. عايزين نعرف بس، عايزة من حضراتكم تعرفوا لي أساميها. تمام، طيب انا وانا بختار البرودكتس دي لازم افكر في ايه؟ لازم افكر والله هي هتموت مين، ايه الافكاسي بتاعتها اجينست الاورجانيزمز، هتموت مين من المايكرو اورجانيزمز. طيب لازم افكر في ايه تاني؟ لازم افكر هي هتكون اكسبتد بالنسبه للهيلث كير وركرز ولا لا، هيتقبلوها ولا لا، هيتقبلوا لو ليها سايد افكت ولا لا، هيتقبلوا مثلا ريحتها ولا لا. تمام، يبقى لازم افكر في الافكاسي بتاعها، ولازم افكر في الاكسبتنس بتاعها هي هتكون مقبوله ولا لا. لازم حاجه مهمه، تكلفتها قد ايه واكسسبل ولا لا، هي سعرها عامل ايه، هي غاليه قوي ولا هي سعرها والله ابليكابل بالنسبه لي، طب هي اكسسبل متوفره ولا هدوخ وهلف في مصر كلها ومش هلاقيها. تمام، يبقى لازم افكر في الافيكاسي والاكسبتنس والاكسسبيليتي والكوست. تمام، وطبعا الايديال هاند هايجين برودكت لازم يكون ايه؟ لازم يكون ليه اكشن سريع، ولازم يكون افكتيف، بيقلل الكونتامينيشن لليفل قليل قوي، ولازم ما يكونلوش اعراض جانبيه، لازم السايد افكتس بتاعته تكون ايه؟ تكون قليله قوي. جميل، طيب امتى اغسل ايديا؟ WHO اختصرت لنا الاوكيجنز اللي هنغسل ايدينا فيها في حاجه اسمها الفايف مومنتس. تمام، الفايف مومنتس دول فايف اوكيجنز، تحت كل عنوان منهم هنحط شويه اكزامبلز للمواقف اللي هتحط فيها ولازم اغسل ايدي. اول حاجه عندي before patient contact، تاني حاجه قبل ما اعمل كلين او اسيبتك تكنيك على نفس البيشنت، تالت حاجه بعد ما خلصت، بعد الفلويد اكسبوجر، بعد ما خلصت الاسيبتك تكنيك اللي انا عملته ده، رابع حاجه افتر تاتشينج ذا بيشنت، واخر حاجه افتر تاتشينج بيشنت انفايرمنت.
طبعا في اغلب الحالات وفي اغلب المواقف في الديلي كلينيكال لايف حضراتكم ممكن تجمعوا تو اوكيجنز مع بعض، يعني ممكن بيفور تاتشنج بيشنت تبقى هي تتجمع مع بيفور كلينج او اسيبتك تكنيك، يعني انت هتدخل على البيشنت على طول هتعمل حاجه اسيبتك، تمام؟ ممكن يتجمع مثلا اخر تو اوكيجنز بعد تاتشنج ذا بيشنت وبعد تاتشنج الانفايرمنت، مش لازم بعد ما تلمس البيشنت تروح تلمس الانفايرمنت اللي حواليه، لا في الحاله دي تو اوكيجنز هيتجمعوا مع بعض. ناخد شويه اكزامبلز بسيطه. اول حاجه عندي بيفور تاتشنج ذا بيشنت، يعني بيفور تاتشنج ذا بيشنت زي ايه مثلا؟ حضرتك اول ما تدخل على العيان في ناس مثلا هاتشيك هاندز، في ناس عايزه تحط مثلا اكسجين ماسك، في ناس عايزه تشوف البلس، تمام؟ في ناس هتشوف التمبريتشر، كل دي تاتشنج ذا بيشنت لازم حضرتك قبله تغسل ايديك، تمام؟ طيب احنا قلنا تاني حاجه عندنا قبل كلين او اسيبتك تكنيك. كلين او اسيبتك تكنيك زي ايه؟ النيرس ساعات كتير العيانين بيبقى محتاج نحدد براشنج التيز بتاعت البيشنت، تمام؟ لازم نغسل ايدينا قبلها، قبل ما تحط له اي دروبس، تمام؟ قبل لو حد لو العيان ده عنده ووند، قبل ما نشيل الدريسنج، قبل ما نبص على الووند، لو هتدي انجكشن هتدي حقن قبل السبكوتينيوس انجكشن، تمام؟ لو العيان ده هيتركب له كاثيتر، قبل ما نركب الكاثيتر وقبل ما نيجي ناحيه اي فاسكولار اكسس، تمام؟ قبل ما نيجي ناحيه اي دريننج سيستم، قبل ما نعمل اسبيريشن لاي سيكريشن، كل الحاجات دي اسيبتك تكنيك لازم قبلها نغسل ايدينا، تمام؟ قبل ما هنجهز اي اكل، قبل ما هندي العيان اي دراجز، تمام؟ قبل ما هنتعامل مع اي حاجه ستيرايل تخص العيان لازم هنغسل ايدينا، تمام؟ طيب بعد ما خلصنا الاسيبتك او الكلين تكنيك دي هنيجي لثالث اوكيجن اللي هي افتر اكسبوجر تو بادي فلويدز. بعد ما اكسبوجر تو بادي فلويدز هنتعرض له فين؟ هنتعرض له في الاسيبتك تكنيكس اللي احنا لسه عاملينها، تمام؟ بعد ما النيرس عملت براشنج للتيف بتاعت البيشنت، بعد ما اديت ما عملت ما غيرنا الدريسنج بتاع الووند، بعد ما ركبنا الكاثيتر، بعد ما النيرس مثلا اتعاملت مع اي سكريشنز مع اليورين مع الفيسز مع الفوميت، تمام؟ بعد ما اتعاملت مع الفيزيبلي سويلد مع الكونتامينيتد اريا، بعد التعامل مع اي بادي بعد اي بادي فلويد اكسبوجر لازم هنقف وهنعمل هاند هايجين، تمام؟ طيب امال رابع اوكيجن عندي افتر تاتشنج ذا بيشنت، حضرتك خلصت مثلا لمست العيان قبل ما تمشي لازم تغسل ايدك، بعد ما حطيت الاكسجين ماسك، بعد ما قست البلد، بعد ما شفت التمبريتشر، بعد ما بصيت على الاي سي جي وحطيت وشفت الريكوردز بتاعته الحاجات دي كلها وحطيت الليدز بتاعته، في الحاجات دي كلها لازم بعدها تغسل ايديك، تمام؟ دي الحاجات اللي ايه عم انت لمست البيشنت، تمام؟ بعد ما لمست البيشنت افتر تاتشنج ذا بيشنت هنيجي لاخر اوكيجن البيشنت سراوندنج. طب انا هلمس البيشنت سراوندنج بتاعتي فين؟ النيرس لما بتيجي تتعامل مع البيد لينن، مع البيد تريلز، مع التيبلز السايد تيبل اللي جنب العيان، مع المونيتور اللي جنب العيان، تمام؟ مع الحاجات البرفيوجن، الحاجات اللي بتعمل ادجستمنت للبرفيوجن اللي بتتحول اللي بتتحكم في البرفيوجن سبيد، كل دي حاجات حوالين البيشنت، كل دي اوكيجنز انا لازم عندها اقف واغسل ايدي، تمام؟ يبقى عندي 5 مومنتس للهاند هايجين عرفناهم، اول حاجه بيفور تاتشنج ذا بيشنت، بيفور اسيبتك تكنيك، بعد كده افتر اكسبوجر تو بادي فلويد او بعد الاسيبتك تكنيك، وبعد كده افتر تاتشنج ذا بيشنت وافتر تاتشنج ذا بيشنت سراوندنجز. وزي ما قلنا الاوكيجنز دي انا ممكن اجمع تو اوكيجنز مع بعض في اوكيجن واحده، تمام؟ نبدا بعد كده نعرف والله طب انا بغسل ايدي ازاي، ايه التابس بتاعتي، انا هغسل ايدي ازاي، ايه التابس بتاعتي؟ طيب هاو تو هاند راب وهاو تو هاند ووش. طيب الهاند راب انا هعمله ازاي؟ والله انا هستعمل الكحول بتاعي، هحط كميه كافيه جدا من الكحول وببدا في الخطوات بتاعتي. الخطوات بتاعتي ايه؟ ان انا ببدا اعمل اول حاجه الهاند بتاعتي بالم تو بالم، تمام؟ وببدا اعمل انترليسنج للفينجرز، جميل؟ وببدا اعمل البالم تو باك في كل ايد من ايديا الاثنين، بالم تو باك وبالم تو باك برده مع ايه؟ مع الفينجرز انترليسد، تمام؟ وببدا اغسل الباك اوف ذا فينجرز بتاعه كل ايد من الاثنين، جميل؟ وببدا اخد الثمب واغسله لوحده من تحت لفوق، تمام؟ في سيركولار موشن كل ايد لوحده، تمام؟ وببدا اعمل ايه تاني؟ ببدا اغسل الهاند بتاعتي من البالم من جوه، تمام؟ وببدا اغسل الجزء اللي حوالين الريست في كل هاند، تمام؟ طيب الالكوهول هاند راب هياخد مني وقت من حوالي 20 ل 30 ثانيه،
الكحول الهاند ووش العادي بالووتر والديترجنت او بالووتر والسوب بياخد حوالي من 40 ل 60 ثانيه. تمام، يبقى احنا عرفنا هنغسل ايدينا ازاي. والله لازم نعمل بالم تو بالم وذ فينجرز انترليسد والفينجرز داخله في بعضها، ولازم اعمل بالم تو باك في كل ايد من الاثنين، ولازم اعمل الباك اوف ذا فينجرز في ايديا الاثنين، ولازم اغسل البالم بتاع الايد من جوه عشان اغسل فيه الفينجر تيبس، ولازم اغسل الثمب، ولازم اغسل الجزء اللي حوالين الريست عندي. وعرفنا الوقت بتاعنا. تمام، طيب بعد كده هعمل ايه؟ والله هننشف ازاي، هاو تو دراي الهاند راب. انا بسيبه ينشف في الهواء عادي خالص. طيب الهاند ووش العادي بقى، ايديا اللي طالعه مليانه مبلوله ميه دي هغسلها ازاي؟ في الحاله دي انا بستعمل سنجل يوز تاول. تمام، حاجه هستعملها ليا انا لوحدي. حاجه كمان، واحنا بنعمل الهاند ووش العادي حضراتكم لازم تفتح الميه الاول قبل ما تحط الديترجنت، قبل ما تحط السوب بتاعك. تمام، وبعد ما تخلص ما ينفعش تمسك الميه تقفلها بنفسك، لازم تمسكها عن طريق تيشو او يكون في حد اسيستنت معاك يقفلها لك. تمام، يبقى عرفنا هاو تو هاند راب وهاو تو هاند ووش، وعرفنا الستبس بتاعتنا بنعملها ازاي عشان ايدينا تتغسل كويس قوي، وبناخد بالنا ان احنا بنعمل ستريس على الفريكوينتلي مسد ارياز. احنا غسلنا هنا ما بين الفينجرز، غسلنا الثمب لوحده، وغسلنا التبس خدناها غسلناها جوه البالم بتاع الهاند. تمام، ده بالنسبه للهاند ووش العادي او الهاند ووش لو هستعمله بانتي سيبتك سوب او لو هستعمل فيها. تمام، طيب عندي بعد كده السيرجيكال هاند هايجين. طيب السيرجيكال هاند هايجين، اول حاجه وانا بعمل اي هاند هايجين سواء سيرجيكال او العادي لازم اشيل الرينجز او الووتشز او البريسلس او اي اكسسوارز، لازم اشيلها، لازم النيلز تكون مقصوصه كويس جدا، وده في اي نوع زي ما هنتكلم في الاخر في التبس الريليتد للهاند هايجين. تمام، طيب انا دلوقتي لما هاجي هعمل السيرجيكال، السيرجيكال هاند هايجين قلنا في الاول في الديفينيشن ان انا عندي لونجر تايم وعندي اكسس تبس. طيب ايه اول تبس زياده انا هعملها هنا عندي؟ هنا اول حاجه عندي ان انا لازم يكون معايا نيل كلينر، حاجه بتنظف تحت النيلز. طبعا النيلز بتاعتي مقصوصه، طبعا ما عنديش اي نيل بولش، طبعا ما عنديش اي ارتفيشال نيلز. تمام، وهبدا استعمل نيل كلينر انظف بيه النيلز بتاعتي كويس قوي. تمام، بعد كده ابدا اعمل الهاند انتيسيبسس بتاعي. تمام، سواء هستعمل ووتر اند ديترجنت سواء هستعمل الالكحول. تمام، لكن الاحسن هنا ان انا استعمل حاجه ليها persistent activity. يعني ايه persistent activity؟ يعني حاجه هتفضل شغاله على ايدي وقت اطول. ليه؟ لان السيرجري اكيد هتاخد وقت اطول. تمام، طيب هبدا بعد كده اعمل ايه؟ هبدا اغسل ايديا. تمام، ابدا اعمل هاند روب لمده ممكن توصل up to مثلا من 2 to 5 minutes. تمام، وفي حاجات بيبقى فيها بيتعمل لها لونج سكراب، بس احنا ما بنحتاجوش، ما بنحتاجش البرولونج تايم قوي. تمام، طيب بعد كده هبدا اعمل ايه؟ هبدا اعمل ان انا بعد ما خلصت الهاند ووش بتاعي ببدا اغسل الارم، ببدا اغسل الارم بتاعي في سيركولار موشن من ناحيه الهاند لحد ما اوصل للالبو، واطلع فوق الالبو باباف 5 سنتيمتر. تمام، وكل هاند هعملها بنفس الطريقه. وعندي بوينت تانيه هنا، ان انا كل فينجر لازم يتغسل لوحده تماما. في السيرجيكال هاند هايجين انا بغسل كل فينجر لوحده، وبخلص الهاند هايجين بتاعي بالتبس بتاعتي الهاند العادي، بعد كده بخلص الهاند وابدا ادخل على الارض وابدا اوصل لحد اباف الالبو ب 5 سنتيمتر في سيركولار موشن. تمام، لازم يكون عندي الميه يوني دايركشنال من ناحيه ايدي لحد الالبو في اتجاه واحد. تمام، ولازم دايما الهاندز الليفل بتاع الهاند يكون اباف الليفل بتاع الالبو. تمام، طيب في شويه تيبس هنا. الدبل جلوفنج، هل احنا محتاجين بعد ما نعمل، وطبعا بعد ما بنخلص بننشف يا اما بستيرايل تاول يا اما لو احنا شغالين بالكحول هيكون عادي خالص اير دراي. تمام، وهنا احنا سيرجيكال تبقى لازم تكون ستيرايل سنجل يوز تاول، لازم ننشف بستيرايل سنجل يوز تاول لو هنستعمل، لو كنا مستعملين ميه وصابون عادي خالص في سيرجيكال هاند هايجين. تمام، طيب عندي حاجه اسمها دبل جلوفنج. امتى اعمل دبل جلوفنج؟ لو انا متوقع ان انا هتعرض لكميه كبيره قوي من البلد. تمام، طيب عندي حاجات تانية. لو انا ايدي مش متنشفه كويس قوي تحت ولبست الجلوفز، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل رابيد مالتيبليكيشن، هتبدا البكتيريا تتكاثر وتنقسم بطريقه فظيعه قوي تحت الجلوفز بتاعي. تمام، طب انا هنا خايف من ايه؟ انا خايف ان انا لو اتقطع الجلوفز
تمام، لو اتقطع الجلافز وانا البكتيريا حصل لها مالتيبليكيشن كتير، او لو انا مثلا عندي ريزيدنت فلورا بكتيريا كتيره قوي على ايديا وايديا ما اتغسلتش كويس، انا ببقى خايف من ايه؟ بخاف ان البكتيريا دي يحصل لها ريليز، ان هي تسيب ايدي او تتنقل من ايدي للاستيرايل فيلد اللي انا شغال فيه السيرجري بتاعتي. تمام، دي بالنسبه للسيرجيكال هاند هايجين. تمام، زي ما حضراتكم شايفين هنا لازم يكون الهاند اباف الليفل بتاع القلب والميه في يوني دايركشنال جاي ماشيه في اتجاه واحد. بنبدا ان احنا بنعمل التابس بتاعت الهاند هايجين اللي قلناها في الاول، اللي هي بتوين ان احنا بالم تو بالم وذ فينجرز انترليتد، بعد كده البالم تو ذا باك اوف ذا هاند، وبنغسل الثامب وبنعمل الباك اوف ذا فينجرز وبنعمل الفينجر تيبس جوه البالم وبنعمل الاريا اراوند ذا ريست. تمام تمام، ادي الستبس بتاعتنا تاني بتاعت السيرجيكال هنا. طبعا زي ما احنا شايفين هنا دخلنا على الفور ارم ودخلنا على القلب واتعمل كل فينجر لوحده. تمام، ايه طيب هنسال، هنقف هنا وهنسال شويه اسئله. ايه رايكم في البار سوب، الصابون العادي البارز الكبيره دي، هل هي عمليه ان انا استعملها في الهاند هايجين؟ هي مش عمليه قوي، احسن حاجه ان انا احط السوب في ديسبنسر، او ان انا استعمل فيري سمول بار سوبس، تبقى البار صغير جدا ان هو يتغسل بيه مره واحده ويخلص. طب ايه رايكم؟ ادي بالنسبه للبار سوب ان احنا نستعمل بارت صغيره قوي، وان احنا نحط السوب في ديسبنسر طبعا او ليكويد سوب، ده احسن، والاحسن والاحسن ان الديسبنسر ده يكون فيه سنسور احط ايدي ينزل لي الصابون، تمام، من غير ما احتاج ان انا المسه او اضغط عليه. عندي حاجه اسمها توبنج اوف. يعني ايه توبنج اوف؟ يعني والله انا حليت مشكله السوب وجبت ديسبنسر، بس كل ما الصابون اللي جواه يخلص احطه فوقيه جديد. ايه رايكم؟ طبعا ده غلط جدا، لازم يكون في وقت معين حسب المانفاكتشر انستراكشنز، حسب نوع الانتي سيبتك سوب اللي انا بستعمله هيتساب وقت قد ايه، بعد كده هعمل له ديسكارد هيترمي وهحط جديد، ممنوع ان انا اعمل توبنج اوف. تمام، طيب نيجي لاوكيشن تانية ممكن نقابلها. والله انا شغال في المستشفى وعملت ايدي بالالكحول حوالي 5 أو 6 مرات لحد 10 مرات، بعد 5 ل10 مرات انا لازم اغسل ايدي. ليه؟ لان هنحس ان في لاير كده مش مريحه على السكن، فلازم في الحاله دي اعمل هاند ووش ووتر اند ديترجنت، وبعد كده اكمل عادي المرات اللي بعد كده، ارجع تاني للالكحول بيست هاند راب. تمام، بوتنج جلافز، في ناس بتحط الجلافز وتغسل ايديها فوق الجلافز، طبعا دي كارثه. تمام، طيب فور ذا فيرست تايم اوف ذا داي احنا قلناها، اول مره خالص فور ذا فيرست تايم اوف ذا داي هعمل هاند هايجين ازاي؟ قلنا لازم يكون هاند هايجين بوتر اند ديترجنت، بميه وصابون عادي خالص. تمام، طيب عندي شويه نوتس احنا اتكلمنا عنها برضو. احنا قلنا اول حاجه لازم ريموف جولري، ما ينفعش اغسل ايدي وانا لابس الدب. في ناس يقولك حرك الدبله واغسل تحتها، ده غلط، لازم تتشال تتقلع تماما. ما ينفعش، لازم النيلز عندي تكون قصيره، ما ينفعش يكون في نيل بولش ولا يكون عندي ارتفيشال نيلز. تمام، طيب لازم انشف ايدي ازاي؟ قلنا لازم يكون عندي يا اما كلين يا اما ستيرايل لو انا عامل سيرجيكال. تمام، لازم تكون ستيرايل سنجل يوز تاول، قلنا عندي جولدن رول اللي هي تكون ات بوينت اوف كير. تمام، الجلافز قلنا الجلافز نيفر ان احنا نغسل الجلافز، ما ينفعش جلافز بدل الهاند ووش. تمام، طيب الهاند ووش العادي بميه وصابون لازم يكون عندي بيزل بستعمله، بس مكان حوض مخصوص بس ان انا بغسل فيه ايديا. تمام، ما بستعملوش لاي غرض تاني جوه اليونت بتاعتي. تمام، قلنا برضو رول مهم قوي ان انا لازم اغسل ايدي عن طريق ايه؟ لازم اغسل ايدي بميه وصابون لو هي ايه، لو هي فيزيبل سايل، بصيت على ايدي عليها بلاد عليها اي فلويد، في الحاله دي انا لازم اروح اغسل ايدي بميه وصابون. تمام، شايفين الصوره دي؟ الصوره دي والله خدنا الرينجز وخدنا اطراف الكم بتاعنا السليفز الكمام الطويله وخدنا البريسلتس او الاساور وحطيناها على، خدنا منها برنت على الكالتشر ميديا ودخلناها الانكيوبيتور، لقينا المنظر اللطيف جدا ده. تمام، عشان كده it should be removed، لازم تتقلع تماما قبل ما نبدأ في الهاند هايجين بتاعنا. دي أمثلة للهاند هايجين at point of care، الألكحول ممكن ألاقيه فين حواليا، فين حوالين البيشنت، في النقط اللي فيها كير مع البيشنت. تمام، طيب آخر نقطة هتكلم عنها النهاردة، أنا عندي حاجة اسمها إيه compliance with hand hygiene، مدى التزام الهيلث كير وركر بالهاند هايجين. هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن الـ actual performance، عدد مرات اللي غسلت فيها إيدي فعلا على عدد الاوبورتيونيتي او على الاوكيجنز اللي كان المفروض اغسل ايديا فيها. يبقى الكومبلاينس ان انا بحسب الاكشوال او الاكشن على الاوبورتيونيتي، الاكشن اللي انا فعلا خدته
divided by the opportunity اللي كانت الفرصة اللي كانت عندي اللي كان لازم أغسل إيدي فيها، تمام؟ وببدأ أحسب الكومبلاينس. طب أنا لو لقيت عندي الكومبلاينس مش حلو هحسنه إزاي؟ عندي ثلاث نقط، البريديسبوزنج فاكتورز، أشوف أنا ليه الكومبلاينس وحش. هل أنا عندي مشكلة في النوليدج؟ محتاجين إن إحنا نعمل سيمينارز، محتاجين إن إحنا نعمل جوب تريننج، محتاجين إن إحنا نديهم نوليدج إن إحنا نغير الاتيتيود والبيليف. في ناس عندها اعتقادات خاطئة بخصوص الهاند هايجين، هل إحنا محتاجين نظبط النوليدج، ندور على البريديسبوزنج فاكتورز ونظبطها، ولا أنا ما عنديش فاسيلتيز فمحتاج أزود الانيبلينج فاكتورز اللي عندي، سواء سكيلز عند الهيلث كير وركر، محتاجين إن أنا أحط لهم بوسترز، جايدنج بوسترز قدامهم توريه يغسل إيده إزاي، ما عندوش اصلا، ما عندوش هاند ووشنج فاسيلتيز، ما عندوش الكحول ات بوينت اوف كير، ما عندوش اصلا، الورد كله في حوض واحد في اول ما تدخل بعيد عن العيانين، ما عندوش اكويبمنت، تمام؟ ما عندوش حاجه، هو اوريدي المشكله عنده في الفاسيلتيز اللي الهيلث كير سيستم موفرها، تمام؟ طيب ممكن احسنها عن طريق حاجه اسمها ري انفورسنج فاكتورز. يعني ايه ري انفورسنج فاكتورز؟ انا اديله فيدباك بعد ما اعلمه، اه والله ده انت بقيت احسن، ده انت الاكشنز بتاعتك هنا كلها صح، تمام؟ ان انا ابدا اعمل له سبورت، ان انا مثلا از تيم ليدر لازم اعمل سبورت للفريق او للناس اللي شغالين معايا، تمام؟ لازم اعرفهم ايه اللي اتغير في الانفكشن ريتس، والله ده انا بعد ما دربتك وبعد ما علمتك وبعد ما اديتك فيدباك ان انت الاكشن بتاعك والبرفورمانس بتاعك بقى احسن، لا ده الانفكشن ريت قل، تمام؟ كل الحاجات دي هتحسن لي ال هاند هايجين كومبلاينس، وبالتالي هتحسن لي ايه، احنا اوريدي احنا عايزين نقلل ايه، وبالتالي هتقلل لي في الاخر خالص الانفكشن ريت، تمام؟ طيب عندي حاجه مهمه قوي لازم نكون عارفين اشكال، احنا قلنا تيبس كتيره قوي واحنا بنتكلم عن الهاند ووش العادي واحنا بنتكلم عن السيرجيكال هاند ووش. عندي حاجه اسمها تشيك ليست، التشيك ليست دي والله هتيجي النيرس الانفكشن كنترول نيرس مثلا تبص عليك وانت بتغسل ايدك، والله شلت الجيلري، بتعمل لك تشيك على يس قدامها، إيه عملت كل التيبس بتاعتك ان بتوين فينجرز، مش عارف الباك اوف ذا فينجرز، الثمب، كل بوينت بنعملها واحنا شغالين على الهاند هايجين بيتحط عليها تشيك، هي صح اتعملت صح ولا غلط في التشيك ليست بتاعتنا. وعندنا كذا تشيك ليست، اول تشيك ليست قدام حضراتكم دي هي التشيك ليست بتاعت الاسيبتك هاند هايجين، وعندي طبعا تشيك ليست تانية أكبر شوية للسيرجيكال هاند هايجين، تمام؟ التشيك ليست دي بيكون موجود فيها الستيبس بالظبط اللي لازم تتعمل، وبيكون قدامها يس أو نو سواء اتعملت أو لأ، تمام؟ ده كان موضوع الهاند هايجين، هو موضوع فيري لايت، موضوع سيمبل ولطيف جدا، وفي نفس الوقت هو افكتيف قوي، هو نمبر 1 واي تو بريفنت انفكشن، تمام؟ وهو أول موضوع هنتكلم عنه في الانفكشن كنترول. اتكلمنا النهارده ايه، قلنا يعني ايه انفكشن كنترول، وقسمنا الانفكشن كنترول، والله احنا عندنا ستاندرد بريكوشن وترانسميشن بيست بريكوشن، قلنا ايه الستاندرد بريكوشن، قلنا عندنا كذا حاجه اهمهم اللي هنبدا بالكلام عنه النهارده هو الهاند هايجين، تمام؟ وقلنا ليه هاند هايجين، قلنا ايه الرول اوف هاندز عشان الهاندز عليها فلورا، قلنا يعني ايه ترانزيانت ويعني ايه ريزيدنت فلورا. بعد كده اتكلمنا في ايه، اتكلمنا ان احنا عندنا الهوستل دي سبيشال انفايرمنت محتاجين فيها الهاند هايجين قوي، محتاجين الانفكشن كنترول قوي. واتكلمنا عن ايه تاني، اتكلمنا ازاي انواع الهاند هايجين، والله عندي روتين هاند ووش العادي، وعندي اسيبتك هاند هايجين، وعندي السيرجيكال هاند هايجين. قلنا ان احنا يا اما هنعمله الانواع دي، يا اما بتتعمل بووتر اند ديترجنت، يا اما هتتعمل الكحول بيست، واتكلمنا عن شويه برودكت تانيه، تمام؟ واتكلمنا عن جولدن تيبس عندنا، ايه الجولدن تيبس، انا اشتغل ات بوينت اوف كير، وقلنا ايه اللي بيميز الالكوحول بيست هاند راب عن الهاند ووش العادي، وقلنا لا لكن انا عندي هو اه في مميزات لكن انا عندي اوكيشنز لازم اغسل فيها ايدي بميه وصابون، وقلنا ايه هي. بعد كده اتكلمنا عن الستبس، هاو تو ووش يور هاندز، ايه الستبس بتاعتي، ايه الاماكن الفريكوينتلي ميست وانا بغسل ايدي لازم اخد بالي منها، تمام؟ وبعد كده اتكلمنا عن الكومبلاينس وازاي نحسن الكومبلاينس، وشفنا شكل التشيك ليست بتاعتنا، تمام؟ now don't forget to wash your hands. اي اسئلة contact me طبعا انا معاكم، وبالتوفيق ان شاء الله. thank you and good luck.